بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل آمنوا به أو لا تؤمنوا، إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. هاتان الآيتان الكريمتان من سورة الإسراء جاءتا بعد قوله جل وعلا وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. قل آمنوا به أو لا تؤمنوا، إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. يقول الله جل وعلا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه فتنزيلا. قل آمنوا به أو لا تؤمنوا، قل يا محمد لهؤلاء المكذبين بالقرآن آمنوا به، صدقوا به أو لا تؤمنوا، فإن أهل الكتاب قد آمنوا به. وفي هذا رد للمشركين في كفرهم بهذه الآيات القرآنية بأنها قد نزلت وصدق بها أهل الكتاب. قل آمنوا به أو لا تؤمنوا، سيان أمركم، سيان الحكم عليكم، آمنتم به أو كفرتم، فالويل لكم في حال الكفر والصحة في حال الإيمان. إن الذين أوتوا العلم من هم؟ كتاب. إن الذين أوتوا العلم من أهل الكتاب، الذين صدقوا بالكتاب وبما أوتى به محمدا صلى الله عليه وسلم. وقيل المراد الأنبياء، إن الذين أوتوا العلم من الأنبياء السابقين. وقيل المراد بالذين أوتوا العلم هم من آمن من غير من العرب بمحمد صلى الله عليه وسلم وكانوا يبحثون عن الدين الصحيح. قس بن ساعدة وغيره ممن آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم قبل أن يوحى إليه بالقرآن، وكأبي ذر رضي الله عنه فجاء عنه أنه يبحث عن الدين الصحيح. وقس بن ساعدة وغيره ممن أسلم قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم وآمن بالقرآن الكريم. فهؤلاء قيل هؤلاء وقيل هؤلاء وقيل هم الأنبياء وقيل هم أهل الكتاب المتقون وقيل من كان يبحث عن الدين الصحيح
فالكل صدقوا برسالة محمد صلى الله عليه وسلم. قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله من قبل نزول القرآن إذا يتلى عليهم يقول إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا إذا يتلى عليهم القرآن يخرون ينصبون ويسجدون للأذقان. والذقن هو مجمع اللحيين يخرون عليه وسمي عليه خرورا لأنه أول ما يصل الأرض الساجدة اللحيين. الذقن هو أول ما يصل إلى الأرض وقيل المراد بالذقن لأنه هو جزء من الوجه فيخرون على وجوههم يخرون الأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا ينزهون الله جل وعلا مما افتراه الكاذبون ويبينون صدق بعثة محمد صلى الله عليه وسلم وأن الله جل وعلا وعد ببعثته وصدق ذلك بالفعل أي وقع كما أخبر صلى الله عليه وسلم. ويخرون الأذقان يبكون خشوعا قال بعض العلماء من يتلي عليه القرآن فلم يبك له وبتصديقه فليس من أهل العلم لأن الله جل وعلا سماهم أنهم يبكون للقرآن خشعا. ويقول سبحان ربنا تنزيها له جل وعلا عما افتراه الظالمون ويقول سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا لواقعا كما أخبر جل وعلا به. يقول الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآيات الكريمات يقول تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم قل يا محمد لهؤلاء الكافرين بما جئتهم به من هذا القرآن العظيم آمنوا به أو لا تؤمنوا أي سواء آمنتم به أم لا فهو حق في نفسه إن آمنتم فهو خير لكم وإن لم تؤمنوا فالشر عليكم والعذاب عليكم. وفي هذا تهديد ووعيد ليس خيارا لهم لا يخيرهم الله جل وعلا بين الإيمان والكفر وإنما يتوعدهم ويتهددهم في حالة الكفر بأن العذاب يرجع إليهم يوم القيامة. آمنوا به أو لا تؤمنوا أي سواء آمنتم به أم لا فهو حق في نفسه أنزله الله ونوه بذكره في كتبه المنزلة على رسله ولهذا قال إن الذين أوتوا العلم من قبله أي من صالح أهل الكتاب الذين تمسكوا بكتابهم ولم يبدلوه ولا حرفوه إذا يتلى عليهم هذا القرآن يخرون للأذقان جمع ذقن وهو أسفل الوجه سجدوا أي لله عز وجل شكرا على ما أنعم به عليهم ولهذا يقولون أنعم الله عليهم بأن جعلهم يدركون بعثة محمد صلى الله عليه وسلم وهم ينتظرونها بفارغ الصبر فالله جل وعلا أنعم عليهم بوجودهم حال بعثته صلى الله عليه وسلم لأنهم كانوا يرتقبون ذلك ولهذا يقولون سبحان ربنا أي تعظيما وتوقيرا على قدرته التامة وأنه لا يخلف الميعاد ولهذا قالوا إن كان وعد ربنا لمفعولا
وقوله ويخرون للأذقان يبكون، أي خضوعا لله عز وجل وإيمانا وتصديقا بكتابه ورسوله، ويزيدهم خشوعا أي إيمانا وتسليما، كما قال والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. وهذا من باب صفة عطف الصفة على الصفة على صفة أخرى. ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا، يزيدهم تقوى وطاعة لله جل وعلا. والذين اهتدوا زادهم تقى، زادهم هدى وآتاهم تقواهم. فهداية الله للعبد توفيق له وسداد ونعمة صليلة للعبد ينعم الله بها على من شاء من عباده. يقول السائل رجل حلف فقال علي الطلاق إذا فعلت كذا وكذا، فماذا عليه من كفارة؟ عليه يرجع للقاضي يبين له ويسمع أن هذا الرجل أهو راغب عن زوجته أم لا، فعليه أن يرجع للقاضي ليسمع منه ومنها، ثم يبين القاضي لهما الحكم بإذن الله. يقول أنا معتمر من خارج المملكة وقد اعتمرت ولم أكن أعلم أن العمرة واجبة، فهل أعيد العمرة بنية الوجوب؟ لا يا أخي، ما يلزم هذا، ما دمت اعتمرت فهذه تكفيك عن عمرة الإسلام بإذن الله. يقول هل يجوز للمسافر أن يجمع العصر مع صلاة الجمعة؟ لا يا أخي، صلاة الجمعة لا يجمع معها كما قرر ذلك العلماء رحمهم الله. فإذا صليت الجمعة على أنها جمعة فلا تجمع معها العصر وإن كنت مسافرا. أما إذا صليت الجمعة ظهرا عن صلاة الجمعة لكونك مسافر فلك أن تجمع معها العصر حينئذ. يقول السائل إذا دخلت المسجد وهو يؤذن الأذان الثاني يوم الجمعة، فهل أتابع المؤذن أم أصلي تحية المسجد؟ بل عليك أخي أن تصلي تحية المسجد حتى تستمع الخطبة من أولها، ولا تنشغل عنها بصلاتك، بل عليك أن تتابع الصلاة ولا تتابع الأذان حينئذ. يقول هل سارق المصحف تقطع؟ يقول السائل ما حكم وضع بقايا الأكل والشرب عند الغسيل في الأحواض التي يكون مصرفها للنجاسة؟ لا يجوز هذا إذا كان ذلك ممكن أن يستفاد منه للحيوان أو للطير أو غيرهما، وأما إذا كان ضائعا لا يمكن أن يستفاد منه فيجوز ذلك. فمثلا إذا غسل بقية يديه، إذا غسل يديه وفيهما أثر الدسم وأثر الحبوب من غير أن يكون فيه حبوب كاملة فلا بأس بذلك، وأما إذا كان فيه حبوب وتمور أو أكل يستفاد منه فلا يجوز وضعه في مواضع النجاسات. يقول السائل يوجد في بعض بلاد المغرب بعض المساجد عند صعود الإمام إلى المنبر يرفع الأذان 3 مرات متتالية ثم يبدأ الإمام في الخطبة، ما الحكم الشرعي في هذا الفعل؟ هذا من البدع، لأن الواجب أن يؤذن مؤذن واحد بعدما يدخل الإمام ويسلم على المأمومين،
يتقدم المؤذن ويؤذن مؤذن واحد لا أكثر. يقول: هناك بعد الصلاة مباشرة يوجد من يقوم بأذكار بصوت مرتفع، فما الحكم الشرعي في هذا؟ لا يجوز مثل هذا، وإنما إذا انتهت الصلاة فيستحب للإنسان أن يذكر الله جل وعلا سرا، كل واحد على حدة يذكر الله جل وعلا وحده، ولا يذكر بلفظ جماعي أو بصوت مرتفع، فقد كثرت البدع في هذا الزمان، وذلك من إيحاء الشياطين إلى بني آدم ليضلوهم وصرفوهم عن دينهم. فإذا وجدت البدعة في مكان ما واستحسنها قومها ثم نقلوها إلى غيرهم، هذا من الكلام في البدع ونقلها إلى آخرين، فلا يجوز مثل هذا. يقول السائل: هل ساحات الحرم من الحرم في الحكم؟ وإن كانت كذلك فهل يجوز البيع والشراء فيها؟ مساحات الحرم وساحاته إن كانت تابعة للأصل ومسورة معه ويصلي بها المسلمون فحكمها حكم الحرم، وإن كانت منفصلة عنه فهي تختلف عنه اختلافا كثيرا. يقول السائل: كم أكثر صلاة للضحى، وهل تجوز 4 ركعات بسلام واحد؟ صلاة الضحى 2 ركعات، فإن زاد وصلاها 4 فحسن، وإن زاد وصلاها 6 فحسن، وإن زاد وصلاها 8 ركعات فحسن. وأكثر ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الضحى 8 ركعات، فيصح أن يصليها بسلام واحد، وأن يصليها كل 2 ركعات بسلام، ولا بأس بذلك، لأن الوارد في صلاة الليل أنها لا تجمع فيها أكثر من 2 ركعات إلا في حال الوتر، وأما في حال الساعة غير الوتر فلا يجوز، لقوله صلاة الليل صلى الله عليه وسلم، لقوله صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الفجر فليوتر 1 ركعة، فصلاة الليل مثنى مثنى، فإن صلى صلاة النهار مثنى أو 4 أو 6 أو 8 بسلام واحد فلا بأس عليه بذلك. يقول السائل: هل من فاتته صلاة الظهر ثم دخل المسجد فوجد رجلا يتنفل، هل يأتم به أم لا؟ يجوز ذلك أن يأتم به ما دام أنه يصلي في وقت يناسب أن تكون الظهر، فلا بأس عليه. يقول السائل: والدي في اليمن ولا يستطيع القدوم إلى مكة، فهل يجوز أن أعتمر عنه، وهل تجزئ عنه عن عمرة الإسلام؟ نعم يا أخي، إذا كان لا يستطيع القدوم إلى مكة فلك أن تعتمر عنه عمرة الإسلام، وإن كانت فرضاً أو كانت العمرة هذه نفلا بالنسبة للوالد فيجوز ذلك والحمد لله، ما دام أنه لا يستطيع الوصول بنفسه فلك أن تعتمر عنه في حال الفريضة، وأما النافلة فيجوز أن تعتمر عنه حتى وإن كان يستطيع القدوم بنفسه. يقول: هل يجوز إهداء ثواب الطواف طواف التطوع للميت؟ هذا محل خلاف بين العلماء، بعض العلماء يجيز ذلك وبعض العلماء يمنع من ذلك، والصحيح إن شاء الله أنه يجوز ذلك. يقول السائل: هناك عادة سيئة في بعض الجهات
وهي أنهم إذا أكملوا الأكل وشبعوا وبقي منه شيء يرمون عليه أعقاب السجائر ويدفلون عليه ولو تصدقوا به لأكل منه الفقراء. لا يجوز لهم ذلك، يحرم عليهم أن يرموا عليه أعقاب السجائر حتى لا يؤكل، بل يجب عليهم أن يسلموه لمن يأكله ويستفيد منه، لأن هذا من كفران النعمة. إذا كفر النعمة والعياذ بالله فالويل له عندئذ. يقول أو سائلة تقول: هل يجوز البيع والشراء في المصلى كمصلى النساء؟ إذا كان مصلى النساء ضمن المسجد ضمن مصلى الرجال فلا يجوز له فيه البيع ولا الشراء، أما إذا كان خاصا بالصلاة للنساء فقط فيجوز لهم البيع والشراء فيه، لأنه ليس له حكم المسجد ولا يلزم له تحية المسجد. يقول السائل: إذا صلى المرء تحية المسجد في ساحات الحرم هل يصليها مرة أخرى إذا دخل المسجد؟ إذا كانت ساحات الحرم لها حكم الحرم داخلة فيه فلا يلزمه أن يصليها إذا دخل الحرم، وأما إذا كانت ساحات الحرم بعيدة عن المصلى فيلزم إذا دخل المسجد الداخلي أن يصلي فيه. يقول السائل: نصلي الجمعة ويكون هناك زحام فنصلي عن يمين المسجد فنسمع الصوت ونتبع الإمام لكن لا نرى المصلين، هل الصلاة صحيحة؟ إذا كانت الصفوف متصلة متواصلة فالصلاة صحيحة إن شاء الله، لأن للجمعة أحكاما قد تكثر المأمومون يكثر المأمومون فلا يرون بعضهم الإمام ولا من خلفه وإنما يرون من وراءه بكثير، فلا بأس عليهم في ذلك إن شاء الله. هذا وأرجو الله جل وعلا أن يمن علي وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا جميعا وإياكم من الهداة المهتدين، إنه سميع مجيب. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.